فهذه الحكومة بعد 2003 من البعض اجوا من الدول الخارجية اللي كانوا برا بالمنفى واجوا للعراق، مو من ضمن وعودهم قالوا لهم ايش راح تسوي للشعب العراقي الجريح، قالوا لهم كهرباء وماء وحياة سعيدة وكريمة وكلا للاستبداد ونعم للديمقراطية الحرية. نعد الناخب العراقي أن نبني دولة مؤسسات تعطي المواطن كهرباء، ماء صالح الشرب، مدارس، مستوصفات، نعتني بالزراعة، نعتني بالصناعة. حان الوقت أن ينفذ، وهو البرنامج الذي يتعلق بالتحسين الاقتصادي والخدمات وتشغيل الأيدي العاطلة عن العمل وتوفير الفرص للجميع وتطوير الزراعة وتشغيل المرأة ورعاية التربية والتعليم. 2013 لن نحتاج إلى مولدات أو شيء من هالقبيل، ستلتزم وزارة الكهرباء بتزويد المواطن العراقي بما يحتاجه من الطاقة الكهربائية 24 على 24 ساعة. هذا الذي تقوله؟ نعم، هذا برنامج الحكومة بحلول نهاية عام 2013 كل المحطات المتعاقد عليها والتي هي تحت التنفيذ تكون قد دخلت الخدمة وهي تكفي لتجهيز المواطنين بكامل حاجتهم من الطاقة الكهربائية. في نهاية عام 2013 سيصل إنتاجنا ليغطي كل حاجتنا ولا بل قد تزيد، فأي شيء زائد بالنتيجة لازم نصدره. فشلوا بتوفير الكهرباء هاي الفترة كلها 15 سنة ما وفروا، آخر شيء قالوا حطكم عمي الكهرباء جباية بفلوس. يا به وين وعودكم؟ وين النفط هذا كله الانسحاب؟ عم نرد قبل 2003 خير كهرباءنا ببلاش، كميتنا ببلاش، زين قلها كان أمان، عايش حياة كريمة، عائلتك حافظها، زين وكهرباءك ببلاش وكميتك ببلاش ومايك حلو. أما الآن نسبة الملوحة بالبصرة صعدت بحيث ما يقاومها المعدن، مو معدة الإنسان، المعدن. الأمراض منتشرة بالبصرة، وتعال شوف إحصائيات بمستشفيات البصرة وعدها انقطاع بالكمية اللي هي البطاقة التموينية، تقصير كبير بيها للمواطن البصري. طيب، بنى تحتية ما موجودة، مجاري، شوارع كبيئة، هذا كله منتهي. الكهرباء يريدها بفلوس، باكر يقول الماي هم بفلوس، انه بالشارع بفلوس والهواء بفلوس. هم عايشين احسن عيشه، ما حد يراقب، لاكو جهات رقابيه. اسال اي واحد بالشارع يقول له احسن هسه لو قبل احسن عمي الف مره.